العمل الجماعي في ضبط أعصابهم في إخراج أفضل ما لديهم وبعد ذلك الحصول على النتيجة. كريستيانو رونالدو كما كان متوقع أن يفوز بجائزة رجل المباراة بعد أداء كبير هذا اليوم. باليرمو ينجح في تغيير الأوضاع، يحقق الأفضلية بعد التأخر في النتيجة. في مثل هذه الحالات تكون الروح والإرادة هي العلامة الفارقة. بعد أن انتهت مباراة الليلة نشكركم على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقيكم في مباريات قادمة. شكرا لكم على المتابعة والحضور سيداتي وسادتي، وإلى اللقاء.